مرحبا. عام 2006 استفتاء أظهر أنه 52% من الأشخاص هن مع وهب الأعضاء و22% رافضين ذلك بسبب الدين. بال2021 في نقص بالعرض وزيادة بالطلب. الكلى، القلب، الكبد، القرنيتين هن الأعضاء اللي فينا نوهبهم. يمكن موضوع وهب الأعضاء ما زال مبهم عند البعض وتابو عند البعض الآخر. بين الشرع والقانون والإتجار، السوق السوداء بلبنان صارت مقفلة، والفضل للهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء، وهي المخول الوحيدة للحديث عن هالموضوع. وفتح الملف الليلي رح يفتح ملف دقيق، بيعني كل واحد منا، بيعني الجماعة والمجتمع، لأنه خسارة شخص عزيز على قلبك ممكن يكون سبب حياة لشخص آخر. وهب الأعضاء والضوابط القانونية والأخلاقية والدينية والاجتماعية عنوان حلقة اليوم. معي بالستوديو المنسقة العامة في الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، السيدة فريدة يونان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ست فريدة، من البداية ما زال موضوع وهب الأعضاء تابو ومبهم؟ مش هالقد، يعني شوي تغير كتير من وقت اللي بلشنا من 2006. عم بتحكي عن الاحصاءات اللي عملناها سنة 2006، ايه كان وقتها تابو، كنا ما نقدر نتعاطى كتير مع الناس يعني بالموضوع. بعدين اشتغلنا كتير بين سنة 2010 وال 2019، ما رح نجيب سيرة 2020 لانه كل شيء تغير بال 2020 ونزلت كل المصايب، نزلت المصايب او الكورونا يلي خلت ما يعود فيه نشر للثقافة مثل ما كنا عم نعمل، وحتى عدد الواهبين بكل العالم نزل بين 27% ل 50%. بلبنان نحن بين 2010 وال 2019 عملنا عد نشاطات كتير، كنا نعمل بالسنة يعني كل اسبوع يكون في نشاطين او ثلاثة. هيدا تشجيع لوهب الأعضاء للعامة الناس، لنشجع وننشر فكرة ثقافة وهب الأعضاء. وكان عنا قبيلة بالمدارس وبالجامعات وبتدريب القطاع الصحي على كيف يتعامل مع الموضوع. يعني كنا عم نشتغل على المجتمع ككل، وتغيرت كتير. يعني في هلأ ناس بيكون عندهم شخص بحالة خلص صارت ميؤوس منها، أو بيخبرون أنه صار بحالة وفاة، دغري بيحكوا عن وهب الأعضاء، هن صاروا العيال بيطلبوا من الأطباء أنه بحبين يوهبوا. تنعمل ست فريدة هيك جولة سريعة قبل ما نوصل لواقعنا اليوم. بأول عملية زرع أعضاء صارت بال 72، صلحي للمعلومات، بمستشفى البربير. كان واهب وقتها، يعني العمل واهب حي، كان حدا من العائلة وكان واهب حي. كان مسجل شيء يعني؟ كيف صار هيك؟ يعني لما حدا بالعائله بيكون مريض وبده يعطيه خيه ولا بيه ولا امه، ما بده يتسجل بمحل، بس هيدا تسمى وهب. هيدا وهب، وهب من الاحياء. ما هو الوهب في من الاحياء وفي من المتوفيين. هلا كل وحده عندها شروطها وضوابطها. الوهب من الاحياء عنده ضوابط اخلاقيه وقانونيه لحتى ما يكون في تجارة وما يكون في ضغط نفسي على الواهب، ويكون كله قرار حر شخصي من دون أي حدا يعني مسبب جايبه غصب عنه ليعمل هالوهب. مش بالكره. وبالوهب من المتوفين في ضوابط كمان، أنه يكون هو ماضي بطاقة قبل ما يتوفى مخبر عائلته، والعائلة توافق على هيدا الوهب بآخر شيء. يلا بنحكي بقى عن هيدا هو هيدا الوهب كله مسموح. بس أنا عم بحكي جولة تاريخية. بال 72 كان في عملية وهب مثل ما حضرتك قلت من العائلة. 72. بال 82 صدر مرسوم. بال 83 صدر المرسوم الاشتراعي يلي هو ال 109 يلي بيقول مسموح وهب وزرع الأعضاء والأنسجة من الأحياء ومن المتوفين. عظيم. هيدا بال 83. عام 84 كمان مرسوم، صدر مرسوم تطبيقي. مرسوم تطبيقي للمرسوم الاشتراعي ال 109 يلي بيقول شو هن شروط التعريف الوفاة الدماغية، وكيف بتشخص الوفاة الدماغية، ومين كيف منوهب بعد الوفاة، وحط شروط لمراكز الزرع. بس وقتها كان ما في غير الكلى،
حط شروط بس للكلى. اوكي، من ال 84 لل 2021 صار في شيء تجديد؟ نحن قدمنا التجديد المرسوم التطبيقي، صار لنا من ال 2004 بنحكي فيه. بال 2009 قدمنا اول اقتراح انه لازم يتعدل المرسوم الاشتراعي التطبيقي، وبعدنا لهلا منجر فيه. هلا من بال 2019 وافق عليه، درسوه بمجلس الشورى ووافقوا عليه، وبس بده هلا مجلس وزراء لحتى ينبت. طب انتوا قدمتوا المرسوم؟ قدمنا لمين؟ قدمناه نحن، بنقدمه لوزاره الصحه، ووزاره الصحه بتبعته على مجلس الشورى، مجلس الشورى بيدرسوا بيردوا لوزاره الصحه لتحطه على جدول اعمال مجلس الوزراء، لانه لازم يصدر من مجلس يعني الوزراء. يعني انا عم جرب شوف مين العقد، مجلس الوزراء اما وزاره الصحه اما للدغري. نحن في سنه 2017 كنا عاملين حمله طويله عريضه عليه للمشروع، وعلى اساس حطيناه على جدول اعمال مجلس الوزراء، بس ما عرفنا شو صار بالجلسه وقتها لحتى ما اندرس. يعني مرقوا المشاريع اللي كانت محطوطه على الجدول بس ما وصلوا له. يعني في حدا عم بيحركش مدام فريدة؟ لا، وكان وقتها رئيس المجلس الوزراء مع الوزراء، كنا عاملين لقاء بقلب السرايا بعد ما يوقعوا دغري، وكنا داعيين شي 300 شخص لنطلقوا، ويكون عنده يعني يعرفوا الناس فيه كلهم انه صار في عنا مرسوم جديد وشو بيقول. بس الظروف السياسية اللي بالبلد كتير بتأثر علينا، بزيت هاي الجلسة كانت اخر جلسة وقتها، تاني يوم استقالت الحكومة. بقى ما بعرف شو صار، شو اللي صار جوا وقتها لحتى صارت هيك. بس ارجع عيد، ما بعرف مين. لا، هيدا المرسوم تحدي عوهب الاعضاء، في حدا ضد؟ يعني في حدا عم يشتغل؟ هلا في بكل المجالات والقطاعات في ضد الموضوع، يعني هن هيدا شيء قرار شخصي، ما مش كل العالم معه، لا بالقطاع الصحي ولا بالسياسيين ولا بكل العالم، عنده رأيه الخاص. يعني هذا شيء قرار حر وهذا رأي شخصي، ما فيك تفرض على العالم كلها تكون ايه معه بالأعضاء. طب برأي حضرتك، لأن أنت إن بقلب الموضوع عم بتبع على الأرض، أي متى بيطلع المرسوم؟ يعني لا تصير في حكومة. طب هلا يعني هلا نحن القلب والكبد والكليه كله المرسوم صار كتير كبير التطبيقي، لانه بيشمل كل الاعضاء حتى يلي بعد ما وصلنا لإله، لانه ما مش هين جدد مرسوم بالبلد. يعني بياخذ وقت، قلنا نحن لنتفادى يرجع نقع بمره ثانيه انه بدنا نجدد، بنجدده بشكل انه ضاين هالمرسوم على شي 100 سنه لقدام. ما خلينا ولا شيء صار بوهب الاعضاء بالعالم كله الا ما حطيناه لنقدر ندخله بالسيستم تبعنا، بالنظام، بالبرنامج تبعنا. والبرنامج تبعنا معمول بشكل انه بيتماشى مثله مثل اي برنامج باوروبا وبامريكا. يعني عندنا ذات البرنامج يلي برا، على الارض هيك عم نشتغل، بس ما عندنا المرسوم يعني اللي بيواكبنا. وزير الصحه الحالي حمد حسن كان في تعاون بيناتكم؟ اكيد، بس المرسوم لما اندرس بمجلس الشورى وخلص كانت الوزاره استقالت. ما هيدي المشكله، نحن يعني بيرجع كله جامد. ما هو ما في استمراريه. ليش؟ لانه كل ما بيجي وزاره بدها ترجع هاي الوزاره جديد، تقدم من اول وجديد على الوعد، يرجع يردوا لها من اول وجديد. ولا بتعرف، عرفت كيف؟ نوصل لمطرح بيصير يعني في ازمه بالبلد بتطير الوزاره. هو هلا لازم ينطرح بمجلس النواب؟ لا، هو بده بس مجلس وزراء، هيدا مرسوم تطبيقي مش اشتراعي. مجلس وزراء مجلس. طب هلا اذا اجتمع حكومه حسان دياب المستقله لا، وزاره تصريف الاعمال، ما مجلس وزراء تصريف اعمال ما بيطلع مراسيم، بيسيسر الامور الحكومه الجديده هلا نيتا. طيب، وقبل بمره هيك صار فينا، بال17 صار فينا زيت الشيء، وبال14 صار فينا زيت الشيء. كل مره بنوصل هيك، بنوصل رح ناخذ المرسوم. يعني انا اللي عم بقول ليش عم بيتاجل، لانه ما دام وقتها تتشكل الحكومه ليه ما بيكون من الاولويات الملفات؟ ما عم بخبرك كيف الاستمراريه، ما بعرف كيف هي، لانه مثلا نحن مقدمين مشروع لمعالي وزير، لنقول السابق الاستاذ وائل ابو فعور. اوكي، قدموا الاستاذ وائل ابو فوره مجلس الشورى، رجع له الرد، ليجا هو يرجعه كانت طارت الحكومه، ما بقى في رده، هلا ضل عنده. ليجي الوزير الثاني بده يرجع الوزير الثاني يمرقه على مجلس الشورى ويرجع يردوا له اياه، عرفت كيف؟ بترجع السيركوي ذاته، وعم نضل بالسيركوي، ما عم نقدر نطلع، يعني ما عم نوصل انه يكون الحكومه مكمله
لتوصلنا لحتى يطلعوا هال، وهيدا شيء يعني ضروري جدا لإلنا. أكيد. نحن عم نعاني من عدم وجود هذا المرسوم لأنه هو اللي بيثبت الأشياء أكثر وبيخلي القطاع الصحي يعرف يشتغلوا بشكل جدي، لأنه مش كل المستشفيات داخلة بمشروع ببرنامج وهب الأعضاء من المتوفين. هيدا المرسوم يلزم كل المستشفيات أنها تدخل، وهيك بيصير فينا نزيد عدد الواهبين. الواهبين مش موجودين ب المكاتب الهيئة الوطنية، المواهبين موجودين بالمستشفيات. طيب. وإذا المستشفيات ما تعاونت يعني ما في واهبين. وهلأ سيقبت إجت سنة 2020 فيها الكورونا يلي المستشفيات صارت تحت عبء كتير كبير، ما بقى فيك تعمل شيء يعني. حتى المستشفيات ما قادر أنت تطلب منهم شيء بهالعبء اللي هني موجودين فيه. صح. على أمل المرحلة تقطع. إن شاء الله. في بعض الأسئلة السريعة إذا ممكن هيك تذكرينا فيهم، مثلا ما هي شو هي شروط الواهب؟ شو بده يكون؟ فوق 18 سنة. الواهب المتوفي؟ إيه. الواهب المتوفي ليوقع من بين 4 سنين ل 75 سنة، نحن بنقبل بيقبلوا فيه، هيدا العمر تبعه. إذا بده يكون ما عنده ولا أي مرض بينتقل للمريض اللي بده ياخذ منه، يعني ما بده يكون في عنده ولا صفيرة ولا سيدة ولا كانسير، أمراض سرطانية، ما بده يكون عنده كورونا، كل هاو ممنوع يكون عنده أي شيء مرض بينتقل للمريض وبيسبب له بأمراض تانية. طب هيدا مثلا هاي النقطة كيف بتعالجوها؟ وقت يروح يقدم طلب وهب بتعملوا له الفحوصات؟ لا كيف؟ لأنه لما بيجي الشخص بيعمل بطاقة وهب بعد عمر طويل رح يتوفى، يعني وقت اللي بيتوفى وبتعلن لنا المستشفى انه عنده حاله وفاه بالمستشفى، نحن بوقتها بنقيم كل الاعضاء وبنشوف اي هي اللي صالحه لحتى تنوهب، وبنخبر العائله انه هاي الاعضاء صالحه وهيدي لا. مش انه كل شيء فيكم تهبوه، واذا كانوا كل الاعضاء صالحين وبنقلهم انه كلهم صالحين. اذا متوفى بين الاربعه وال 75 سنه، اذا حي فوق 18 حي بده يكون 21 سنه من القرايب لحد الدرجه الرابعه، وفوق ال 25 سنه اللي هن برات الدرجه الرابعه يعني الغير قريب. اها، هي بس الشروط يعني؟ لا، هذا شروط عمري بالنسبه للواهب الحي. الواهب الحي بده يكون جاي مثل ما قلنا قرار شخصي حر بدون إكراه، بده يمرق على تقييم نفسي، بده يمضي موافقة مستنيرة انه هو فهم كل المضاعفات اللي جاي العملية اللي جاي يعملها، شو بيسبب له انه يهب كلته او يهب نص كبده لحدا من عائلته، شو بده يصير عنده على المدى القريب وعلى المدى البعيد، كل شيء بده يعرف. بدهم يخبروه التفاصيل المملة. مين بده يخبروه؟ الفريق الطبي اللي بده يعمل. لا، الفريق الطبي بمركز الزرع، يعني الجراح والحكيم اللي هو بده يتابعه، اثنينهم بدهم يشرحوا له كل شيء، وهو بده يكون استوعب الموضوع، يمرق على تقييم نفسي، يتاكد الطبيب النفسي انه الواهب عارف حاله شو رايح يعمل، وهو جاي من هو حابب يعمل هيدا الشيء ليخلص غيره ليخلص قريبه. وبده يمضي وراء انه هو فهمين هاو كلهم، وعارف شو بده يعمل وعارف شو بده يصير معه. اكيد الواهب الحي لازم يكون صحته مليون بالمية منيحة، وبيقدر يهب بدون ما يشكل عليه اي خطر على المدى القريب ولا على المدى البعيد. نحن عنا واهبين 36 سنة لهم واهبين وبصحة كتير منيحة. يعني ما بناخد واهبين الا اذا ما كانوا ما في خطر على حياته ولا شيء عندهم، يعني اللي عنده ريسك انه يكون يعمل سكري، في ريسك بعائلته يعملوا سكري ما بياخدوه، اذا عنده ضغط ما بياخدوه كتير. شو هي شروط الموهوب؟ يعني الشروط القانونية بعد للواهب هي انه اذا كان غير قريب بده الواهب القريب بده يمرق على لجنة الاخلاقيات تبعه للمستشفى المركز المحل ما هي المركز الزرع، هونيك بدهم يقيموه اخلاقيا انه ليش انت جاي تعطي وشو الهدف وشو كذا، بدهم هن يعرفوا شو سبب الوهب تبعه لحتى يقولوا نعم نحن منوافق على عملية الوهب. بس يخلصوا كل تحضير الواهب والمريض، المريض هو شو عنده، عايز كلوة ولا عايز قلب ولا عايز من الأحياء، يا كلوة يا نص يا قسم من الكبد. بس يخلصوا ملفاتهم بدهم يجيبوا الملف على الهيئة الوطنية، نحن بدنا نعمل تدقيق بالملف، يعني ضرورة تقطع كل الملفات، ممنوع تمرق ولا عملية بالبلد بدون إذا صارت مين يطال، المستشفى أم الطبيب أم مين؟ كلهم
كلهم بدها تمرق لعنا حسب قانون الاداب الطبي اللي صدر بال 2012 انه نحن لازم نراقب كل عمليات الوهب والزرع اللي بتتم على الاراضي اللبنانيه. نحن مندقق بالملف من الناحيه الطبيه والاخلاقيه والقانونيه، بنشوف اذا مستوفي كل الشروط الموجوده بالقوانين. هلا القوانين الثغرات اللي فيها عم تتسكر بقرارات وزاريه لحتى نقدر نشتغل. بعدين منودي الملف على وزارة الصحة لحتى توافق على الزرع، حتى لو كان المريض مش على حساب وزارة الصحة، حتى لو كان ضمان ولا تعاونية ولا على حسابه الخاص، بده يمرق بهيدا بكل هيدا السيركوي اللي حكينا عنه. هلا إذا ما بيقربوا للمريض بده يمرق على لجان معينة من الدولة، في لجنة طبية هي بدها تقرر إذا بياخدوا من بعضهم ولا لا، لأنه حسب بدهم يشوفوا الملف الطبي، إذا كان الواهب عنده شيء ما بيسمح له يوهب بيوقفوا للملف. أوكي. اذا المريض عنده مشكله كمان لازم تتصلح كمان بيوقفوا الملف وبيردوه بيقولوا لهم لازم تعملوا كذا وتجيبوا لنا فحوصات ثانيه لحتى نتاكد انه فيهم يعملوا عمليه الوهب والزرع. بس يمرق من اللجنه الطبيه الوطنيه بده يروح على لجنه الاخلاقيات المعينه من قبل الدوله. هون كيف في عده اختصاصات، في شيء 13 عضو فيها، هون بيعملوا تحقيق وهي مع المريض. عم بيصير بالزيت عن جد عم بيتحقق بكل حاله بحالتها، كل حاله بحالتها ولا حاله بتمرق. عمل جبار عم تعمل يعني كثير، بياخذ كثير وقت، بس نحن مبسوطين نعمله لانه بهمنا سمعتنا وسمعه البلد. بده يمرق على لجنه الاخلاقيات بيتحقق مع المريض لوحده والواهب لوحده ليتاكدوا ليش هن جايين يعطوا بعضهم، شو العلاقه بيناتكم، شو المستوى الاجتماعي بين بعضهم، لحتى يشوفوا اذا في غايه ماليه بالنص رح ينرفض. طب اذا الغايه انسانيه بيمشوا فيه. بس هو الواهب فيه هو يحدد من الموهوب، مش لازم يقطع. لا، الواهب الحي ما بيمرق فينا، مش نحن بنقرر من هو. المريض بيكون بيعرف حدا من برات العائله، بعيد مثلا برات الدرجه الرابعه، ولو من عائلته وصارت الدرجه سادسه او سابعه صرنا بنعتبره غير قريب. بده يمرق بالسيركوي الغير قريب. اذا مثلا صديقه عايشين سوا ربيانين سوا وحابب يوهبه اكيد رح، بس بدنا نتاكد في تحقيق وفي تقييم نفسي. طب وهب يعني مجانا، يعني الوهب ولا مجان. ليره لازم تكون، يعني ولا اذا اكتشفتوا انه انا دافع حق الكل مثلا من الواهب القريب او البعيد بيوقف. اذا انكشفت قبل ما يمرق من عنا اكيد رح يوقف، بس اذا صارت بعدين شو فينا نعمل؟ نحن ما فينا نتابع بعدين ونشوف شو عم يعملوا. بس قبل كل شيء بيكون قبل ما يتوقع على الوحده بده يكون مجاني. بالوهب المتوفي كمان الوهب مجاني، الوهب بلبنان هو مجاني وحر، قرار حر وغير مشروط وسري، ما في يعني هيدا القانون بالمختصر المفيد بالنسبه للوهب، ان كان من المتوفيين اكيد في سريه الوهب، بين الاحياء ما في سريه لانه هن بده يكونوا جايين مع بعضهم ليوهبوا بعضهم. حسين تلقى عملية من مين؟ حدا قريب؟ من حدا متوفي. من حدا متوفي. خلينا نشوف شو صار مع حسين وقديه مبسوط، يعني عوجه الفرحة. بنشوف قصة حسين ومنتابع حوارنا. لعيد راس السنة سنة 93 كان القرار انه خلص بدك تخضع لغسيل الكلى، وبنفس الوقت لانهيار حياتي كليا. وهيك بلشت رحلتي مع غسيل الكلى، رحله العذاب، رحله الياس، رحله الاسر. كنت ماسور لمكنه اسمها مكنه الدياليز لثلاث سنين واسبوعين ويومين، وسجلت اسمي وعملت فحوصاتي ونطرت واجا دوري بكل بساطه، بدون اي واسطه، بدون اي دفع مصاري، بدون اي شيء. بليلي ما فيها ضوء امر ما يقولوا بعده، مثل الحلم بيراودني لليوم، مش مصدقه. من 21 سنه وشوي رجعت للحياه من جديد، عائلتي رجعت للحياه من جديد، رجعت للعمل وتقدمت اكثر، اولادي تعلموا، اولادي تخصصوا باحسن مراكز، صاروا كله بفضل انسان واهب وبفضل جمعيه وهب الاعضاء. بيعجز الكلام عند هيك قدره، عند هيك قرار من انسان واعي، سواء كان المتوفي بحد ذاته أو الأهل. وهب الأعضاء هو وهب الحياة، هو وهب الحياة بكل بساطة، وهب الحياة بكل بساطة. هالسلام اللي بعيونه بعده على قيد الحياة. مظبوط. أداء له زارع
قال ب 93 93 يعني قطع فترة. ايه؟ طيب حكينا عن شروط الواهب، واكيد في تحقيق شامل بده يمشي من حضرتكم، بس يعني وين بصير الوهب، وين بتصير يعمل يعبر عن رغبته انه بده يوهب؟ ايه وين يعني اذا انا هلا بدي اعمل مثلا وصيه بطاقه الوهب، وين بتصير؟ في اونلاين؟ بدي اروح لعندكم؟ كيف تتاكدوا اذا انا صالح تاعطي اعضائي؟ لما انا بدي اعبر عن رغبتي انه انا بحب اكون واهب بعد وفاتي، ما في لزوم اعمل فحوصات لانه انا ما بعرف امتى رح اتوفى. مزبوط، يمكن اعمل كارت واعمل بطاقه وخبر عائلتي وكل شيء، وبعد بالاخر ما صير واهب. العمل اللي انا اعبر عن رغبتي بدي يكون اخذ قراري، وفي يعملها اونلاين عندنا الويب سايت nodlb.org، او في روح حيلا فرع من مكتبه مالك، في استمارات عندهم بيعبي الاستماره وبيسلموا بطاقته وبيودي لنا الاستماره اللي عندنا على المركز. لحتى لازم يكون في حدا معه يعني مرته بيو انه في واحد وحده فوق 18 سنه بيقدر يمضي بطاقته، وحده تحت 18 سنه بده يكون هو واهله. المهم انه يكون في عندنا نحن الاستماره ليكون بالسجل الوطني موجودين المعلومات تبعه للواهب، هو بتكون معه بطاقته ليخبرهم انه هو هيدي رغبته بعد ما يتوفى، انه بحب هو يترك اعضائه للناس اللي بحاجه لها تقدر تكمل وتعيش فيها. لانه بعدين لما نتوفى نحن بده يكون في حدا ورانا يقول النعم عنا. مين في غير عائلتنا؟ هي بالقانون العائله الصغيره يلي هي اللي بدها تقول النعم وتمضي على تنفيذ وصيتنا. ما فينا نعمل وصيه مثل الوصيه المعروفه قانونيا، لانه الوصيه بتنفتح بعد الدفن والوهب بده يتم قبل الدفن. بقى مشان هيك ما فينا نعمل وصيه منظمه، بنعمل بطاقه وهب منخبر العائله عنها، لانه العائله هي اللي بعدين بدها تمضي لنا وراء. اذا العائله ما بتعرف بترفض، اذا العائله بتعرف ولا مره رفضوا. مش صايره قد ما يكون ولا مره صارت انهم بيعرفوا شو رغبه الشخص ورفضوا. بس اذا ما بيعرفوا ايه بيرفضوا وما فينا خلص بيقف الوهب. الواهب اليوم انا رحت عبيت الاستماره وكل هيك وانا غيرت رايي مثلا، ايه فيك تغير رايك بالتلفون بتقلنا غيرت رايي، نحن بنشيل من عندنا المعلومات والشخص بيقطع البطاقه. في حال هيدا هو قلنا قرار حر وشخصي، ما حدا بيجبرني لا اعمله ولا ما اعمله، انا قراري هيدا، يا بقول ايه يا بقول لا، وساعة البدي فيني غير رايي وساعة البدي فيني اعمل. هلا المشكله وين بتغيير الراي؟ انه مش عم بتكون راي الشخص، يعني مرات كثير عم بتصير مع البنات لما بتكون عزبه عم تكون هي اخذ قرارها، لما عم تتجوز بصير جوزها ضاغط عليها انه لا ما بده اياها توهب. يعني في عندنا في بصير في ظروف عنده للشخص لحتى يقول لا، او بيكونوا الاهل ما بدهم من الاساس بيجبروه يروح يلغي، او بصيروا يتحججوا بالدين انه الدين بيقول لا يا عمي الدين ما بيقول. ما جبت سيره الدين وانا قلت 22% بيرفضوا وهب الاعضاء بسبب كانت الدين. رح ينضم لنا الخوري انطوان بشعلاني خادم رعايه كفر ياسين وأدمى. اهلا وسهلا فيك ابونا. علينا الله معكم بي حبيبي. بالكتاب المقدس وبالكنيسه بنقول انا جئت لتكون لهم الحياه وتكون لهم بوفره. بعض رجال الدين بيعترضوا وبيعدوا انه الوهب الاعضاء هو اساءه لله واساءه للدين. فينا ناخذ من حضرتك موقف الكنيسه الاكيد الصريح بليز؟ ايه نعم. اول شيء الله معكم يعطيكم العافيه لكل المشاهدين ولكل المشاركين. يا هلا والله يقويكم يعطيكم العافيه على هالبرنامج. بكثير من الاقتضاب والاختصار، اليوم الكنيسه التي تريد ان تكون الحياه للجميع والحياه مليانه بالنعمه والعافيه، مثل ما ربي يسوع بتقول لنا وقت اللي رجع معهم كرام 12 سنه وكان ينمو بالقامه والحكمه والنعمه امام الله والناس. ومشان هيك كل شيء بيساهم في انه الانسان يكون عن جد عم بيعيش بهالقامه الصحيحه والنعمه الكامله والحكمه المليانه من حضور الله، الكنيسه لا تكون ضده ابدا ابدا ابدا، وخصوصا وقت اللي بيكون عن جد الشيء اللي عم بيروح للتراب عم بخلي انسان يكون عم بيعيش بملء قامته وصحته وعافيته تيكمل رسالته الروحيه والانسانيه والاجتماعيه والوطنيه. يعني ابونا الكنيسه ليست ضد وهب الاعضاء من الاختصار ومن الاخر بكل تعاليمها، ولكن ضد التجاره بالاعضاء اكيد.
اكيد اكيد. خلينا نوضح الإشكالية المعنوية والأدبية اللي الكنيسة بتخاف منها أو بتحذر منها وقت بتصير الأمور هي في بداية. بس عند وهب الأعضاء أبداً 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 الكنيسة منا أبداً بتعليمها الأدبي والتعليم اللاهوتي منا ضد المبدأ أبداً. أبونا حضرتك عامل بطاقة لوهب الأعضاء؟ نعم. عامل بطاقة لوهب الأعضاء؟ بصراحة أنا لا، بس منه بعيد عني الموضوع أبداً، والموضوع هو صاير نوع من اهمال مش اكثر. اهمال مش بقصد الاهمال، اهمال بسبب الالتزامات الكثير اللي بتحطينها لحد. ما في شك. شكرا لك. نحن كان بدنا نوضح انه قرار الكنيسه ورايها منه ابدا ضد وهب الاعضاء. شكرا لك. اكيد ضد كل شيء اسمه تجاره صح. بالانسان اعضاء او روح او نفس او شو ما كان. 100%. شكرا لك الخوري انطوان بشعليني. برجع لعندك، لكن اخذنا راي الخوري، هلا تنشوف راي الدين الاسلامي هون. اذا بدي احكي بحال وفاه، يعني قلتي لي سيره بنت عزبه بتكون اخذ قرار زوجها بيرفض هالشيء، مين المخول بالموافقه؟ يعني وقت تموت الشخص يموت، مين مخول يقول لا انا ما بدي اوهب اعضائه؟ لو كان في بطاقة أو العائلة الصغيرة، لو ما في بطاقة هو بياخد قرار بده يوهب الأعضاء حسب القانون. العائلة الصغيرة يعني البي، الأم، الإخوة حسب الأعمار، إذا كانوا الأهل ميتين الإخوة الأخ الأكبر للأصغر، والزوج أو الزوجة. يكفي واحد منهم؟ اثنين. نحن بنطلب شهدين. أوكي. هون صارت القصة وتوفى، يعني أنا عم بحط كل الاحتمالات لي، كيف بتعرفوا؟ يعني إذا اليوم توفى حدا بالمستشفى، أنتوا كيف بتعرفوا تجوا تاخذوا المستشفى ملزم تخبرنا لما يوصل لعند الشخص بحالة، مثلا وصل حادث سير، شايفين الشخص اللي وصل عم ينزف من راسه أو غايب، حطوه على آلة التنفس الاصطناعي، ما عنده أي إشارات بأنه رح يقدر يعيش، مجبورين يخبرونا عنه بهيدا الوقت انه نحن وصلنا حاله، وبيعطونا كل التفاصيل الطبيه عنه. المستشفى نحن منتابع مع العاملين بالعنايه الفائقه، كل 4 ساعات بيكون في عنا اتصال بين بعضنا لنعرف شو عم يعملوا له، لحتى نشد نحن بالاول معهم انه نساعده لإله. نحن مش بهمنا انه يتوفى حدا لنعالج حدا تاني، نحن بهمنا بالاول الشخص اللي وصل، اللي عم يشتغلوا بالطوارئ هن ما خصهم بوهب الأعضاء، لازم يعطوه كل العلاجات اللازمة لإله. طيب. إذا وصلنا بعد 24 ساعة 48 ساعة أنه الحالة ما عم تتحسن، عم ترجع لورا وعم تدهور ورح توصل لحالة الوفاة الدماغية أو وصلت، ساعتها نحن منتدخل. عظيم. ساعتها نحن منكون على الأرض من الأول للآخر. في كتير أسئلة بدنا نطرحهم عليك، بدنا نستغل بعد وجودك معنا قبل ما ينضم لنا بروفيسور أنطوان صفين، ولكن خلينا نرتاح مع بريك سريع وبنتابع وفتح الملف وحلقة وهب الأعضاء. رجعنا بعد الصفحة الإعلانية لنتابع لقائنا وفتح الملف. بدي أرجع رحب بالمنسقة العامة في الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية السيدة فريدة يونان. أهلا وسهلا فيك عن جديد. عندك إحصاءات اليوم نحن بال 2021 كم واهب عنا؟ كم واهب عملنا يعني؟ عنا يعني أنا حسب ما بعرف 10,000 شخص. لا صار عنا فوق 33,000، بس بعدهم قليل بالنسبة لإلنا. بعدهم قليل يعني إذا ما صار عنا 50% من الشعب اللبناني ماضي بطاقات وهب ومعبر عن رغبته، بنعتبر نحن أنه بعد ما وصلنا الفكرة مظبوط. أوكي. بعدهم قليل والعدد ما عم بيزيد، يعني حق عليكم إعلاميا يعني عم بيكون، يعني ليه ما عم بيزيدوا؟ عم بيزيدوا بس ليه مش مثل ما أنتم بتتوقعوا؟ لأنه نشر الفكرة مش بينشر هيك بين يوم والتاني، بده وقت، بدك سنين لحتى توصل الفكرة لشعب كله سوا، لحتى يقدر كله يصير عارف فيه، خاصة أنه وسائل الإعلام ما بتتعاون كتير مع الموضوع. يعني احنا عملنا على 4 سنوات حملات وطنية وعملنا دعايات كتير حلوين، في دعايات مثلون أهالي الوهبين يلي متوفيين،
يعني هن كانوا الممثل الاساسي تبع الدعايه، والدعايات كثير صغار، من عرضوا بالشكل اللي هو كان لازم ينعرضوا فيه وينعطوا حقهم. طب ست فريده بعدين بالتوك شو اللي بينعملوا على التلفزيونات، شفتوا لكم شي مره حدا قبل ينعمل توك شو عن وهم الاعضاء مثلا؟ موجوده معنا بشكرك انا جدا عن جد. في بعض الاعلاميين كثير بيتطرقوا للموضوع، بس في منهم معظمهم يعني بدنا نقول 80% ما بيجيب ريتنج، ما بعرف بجوز لانه الموضوع ما تفضلت حضرتك اول ما بلشت انه الموضوع بعده مش كتير مقبول، ما بدنا نقول تابو، منه مقبول كتير، مشان هيك بجوز انهم بيتخوفوا، وخاصة هلا كله بيفتش على الريتنج. بدي ثلاث اسئلة سريعة جدا اجبتها اذا امكن. اهل الواهب بيتعرفوا على الموهوب لا. في حالة الوفاة لا. اكيد أبداً. في سرية الوهب ابدا، لو من وقت اللي نحن استلمنا الواحد وطبقنا القوانين ما حدا بيعرف بحدا، ممنوع عائلة الواهب تعرف لمين راحوا، ولا المريض يعرف من مين أخذ، وهي هيدا قانون عالمي، يعني مش نحن اخترعناه بلبنان. بس بركي أنا حابب مثلا قلب ابني شوفه عم بدق بقلب ما هيدي الفكرة الغلط، لأنه أنا ما راح شوف قلب ابني عم بدق بمطرح هونيكي، هيدي عضلة زرعناها عند الشخص التاني وهي عم بدق هونيك، قلب ابني صار اندفن، مش رح شوفه لابني. هيدا المشكلة اللي سببت انه علماء النفس عالميا يطلعوا بهيك قانون، لانه صار في عنا مشكلة عند العيال الواهبة، صار في عندهم مشكلة ما عادوا عملوا عملية حداد طبيعية، صار عندهم شعور مثل المخطوفين، انه انا كل ما بروح لزورهم رايح شوف ابني، لا ما رح تشوف ابنك دفنته انت، كيف بدك تشوفه؟ عرفت كيف؟ صار عندهم صراع نفسي، وقعوا بأمراض نفسية مزمنة وهن تحت علاجات، وعنا عيل بلبنان منهم في ليست داتونت أكيد عنا فوق 700 لا ما في شو بده يدفع؟ ما عم بسأل على أي أساس بتم الاختيار؟ الليست داتونت هي ليحة الانتظار، لتكون واضحة، ليحة الانتظار لكل الأعضاء موجودة بالهيئة الوطنية، هي ليحة وحدة موحدة لحتى نحن بيحطوا فيها كل الملفات الطبية تبع المريض. بشكرك على السؤال، لأنه في كتير ناس بيفكروا إذا بيتلفنوا بيحطوا اسمهم يعني تسجلوا. ليتسجل شخص على لائحة الانتظار بده يكون عندنا ملف طبي كامل عنه، لنقدر نعمل بعدين تطابق طبي بينه وبين الواهب اللي موجود، لأنه بده يصير في تطابق بالعمر، بفئة الدم، الأنسجة، بفحوصات الأنسجة الجينية، بده يكون نعرف قديش له عليه الانتظار، شو عنده حالة طبية طارئة، كلها على الاختيار. عم تمشوا بهالليحة، أما في حدا عم بسبق على التاني، في حدا واسطة، في حدا بنعمل له خدمة، بدقش سياسي قالوا قطعوا لي هيدا. أول ما بلشنا وقت كنا بنيفول كان يدقوا كتير سياسيين، بعدين لقيوا حالهم أنه أحسن ما يدقوا، بطلوا يدقوا. للدغري نحن البرنامج المعلوماتي اللي حاطين فيه ملفات المرضى هو مش نحن اللي بنختار، نحن ما بنعرف منين اللي على الليحة، عنا أرقام، بعدين لما بيطلع الرقم منجيب الملف ومنشوف ومنتلفن له ليروح على مستشفى لحتى يقدر يزرع. هو برنامج معلوماتي معمول مع الدولة الفرنسية مثل البرنامج اللي عندهم، زيت السكوريت، زيت كل شيء، يعني حاطين زيت البرنامج. نحن مننزل ملف الواهب اللي موجود، ليش منتابع مع المستشفى؟ لناخذ كل المعطيات اللي عندهم اياها مندخلها، ونحن عندنا ملفات المرضى. بعدين هو بيعمل مين المطابق اكثر، بيطلع لنا 5 اسامي من اللي هو عنده اعلى شيء، ثاني ثالث رابع، ليش بنقي لنا 5؟ لانه اذا افترض الاول كان عامل حراره او مريض بشيء ما فينا ناخذه، مشان ما يروح العضو بننقل على الثاني اللي ورا. هيدا هو بكل الاعضاء، مش بس بكل الاعضاء. في دعم من الدوله لكم؟ في مساهمه ماليه سنويه، بس لسوء الحظ المساهمه منا ثابته، يعني في سنة. بس انتو تابعين للدولة، انتو تعتبروا نحن تحت غطاء وزارة الصحة، والبرنامج تابع لوزارة الصحة، بس نحن منا موظفين دولة، والبرنامج بياخد مساهمة ليقدر يعمل أعماله اللي لازم تنعمل، ويطبق خطة ينشر فكرة وهب الأعضاء، وينفذ برنامج آلية برنامج وهب الأعضاء بالمستشفيات. يعني عنا تدريب للقطاع الصحي كتير بياخد منا وقت، وعنا متابعة لكل حالات الوفيات الموجودة بالمستشفيات. دقيقتين قبل ما اختم معك، انفجار بيروت ووضع كورونا وهودي،
مصائب قوم عند قوم فوائده رفع نسبة الوهب أو بكل العالم نزلت نسبة الوهب، لأنه بدك تقول في 80% من المتوفين اللي هن كانوا بسبب الكورونا، اللي إذا عنده كورونا ما فيه يوهب، وبعدين حتى لو شفي من الكورونا مثلا الرئة ما فيه يوهب بقى، لأنه عم تكون الرئة انضربت بالانفجار. عادة بالانفجار بيتوفوا دغري فجأة، ما بتلحق تعمل شيء. بهودي المصايب ايه بيكون في صعب. هلا بيفكروا الناس انه مات كتير لازم نستفيد، ايه مش هيك، مش قصة افادة، قصة انه نقدر نضل محافظين على الاعضاء بطريقة اصطناعية لحتى يضلوا صالحين لنقدر نهبن للناس اللي هن مطابقين لإلهم. رح نفوت بهالمواضيع مع الطبيب أكثر. سؤال الأخير بعرف ما بتحب تحكي فيه، بس كل شيء بنسمعه ضرورة تجاوبينا على هيدا السؤال. كل شيء بنسمعه عن خطف نازحين وأخذ أعضاءهم وبيعة وكله حكي إعلام على الأراضي اللبنانية تحديدا، أما لا عم بصيروا. نحن من سنة 2013 الإعلام الأجنبي كتير بيفتري على لبنان، لأنه سياسيا بيستغل الموضوع سياسيا، أنه اللاجئين بلبنان عم بياخذوا لهم اعضائهم وكذا، وحتى حطوا ارقام. يعني نحن بحياتنا ما واصلين زارعين هالقد، لانه امنا نحن قدمنا شكوى على الوزارات المعنيه كلها، الصحه والداخليه والعدل والشؤون الاجتماعيه، وطلبنا منهم تفتيش بكل المخيمات الموجوده وبكل المحل ما موجود لاجئين، ان كان فلسطينيه ولا سوريين كلهم. وحتى استعنا باشخاص من اليو ان بيعطينهم من برا لهن يراقبوا بالمخيمات، وكلهم جابوا لنا بعد 6 أشهر انه ما شافوا ولا حاله بلبنان، ولا حاله عندنا. بعدين نحن ضلينا نكمل نفتش حتى نشوف ليش عم يطلع على الاخبار. عرفنا بعدين انه هالاشخاص اللي عم يجوا بيقولوا انه هن وهبوا كلاويهم لحدا لبناني عم بيروحوا على سوريا يعملوها، مش هون. بيروحوا برات الحدود بيعملوها وبيجوا الرعاة وبيجوا بفوتوا لهون وبيصيروا يفرجونا انه هو السوري اللي عم بيروح الوالد. فهمت، بتتسجل عملية نزع العضو او بيجوا هن بيحكوا انه عملناها بلبنان. خيي انت عملتها برات الاراضي اللبنانية، انا شو خصني برات الاراضي اللبنانية شو عم بيصير؟ انا فيني الحق لبرات الاراضي اللبنانية تابعك؟ ما فيني، انا ضمن الاراضي تبعي. طب هون ما عم بيصير ولا حالة. ايه انا نحن الاثباتات فيهم اجت من الاشخاص من اليو ان انجليز، وقتا نحن استعنا فيهم، في وحده من امريكا كانت بعتينا لهون، وفي 2 من انجلترا، وهن اللي نبشوا. اجوا هن بالاول بدهم يعملوا زرع للسوريين، قلنا لهم اللاجئين انهم بده يكون من واهبين منهم وفيهم. نحن ما فينا يعني جنسيات مختلفه ممنوع بلبنان لو شو ما صار. يعني هلا فيك تطلع بكاميرتك قدام كل المشاهدين وتاكدي ما في ولا عمليه تجاره اعضاء بلبنان، ولا عمليه تجاره اعضاء بلبنان صارت من سنه 2014، من وقت اللي حطينا الضوابط اللي نحن هلا عم نطبقها بالحرف. ومبارح بعده اجاني اتصال من شخص هو أردني ومرته لبنانية، بده يبعتها تزرع بلبنان من جنسية مختلفة مش لبنانية. نعتنا انه نحن كل شيء في فساد عندنا بالبلد لو وقفت على هاي العملية. قلت له بعتذر منك، ما فيك تحاربني اذا انا بدي طبق القانون. بعتذر بعتذر انه نحن عم نقف بوجه حالات انسانية، بس نحن ما فينا نشوه سمعة الطب بلبنان أكثر ما نحن عنا مصايب. أكيد. بالعكس مجبورين نحمي الواهب نحمي وبقضي نصيط بلبنان. يعني مش رح ونحن مجبورين نحمي الواهب الحي، منه هو قطع غيار. الواهب الحي نحن عنا شروط كتير عليه لأنه مجبورين نحميه لإله، مش إن كان بيقرب ولا ما بيقرب. رح نتابع ملف وهب الأعضاء، بناخد الناحية الطبية والقانونية، ولكن نحن وعم نودعك ست فريدة تحية لكل الهيئة عندكم، يعطيكم ألف عافية. رح نسمع قصة غسان اللي توفى وولدته، رح تحكي شو صار بأعضائه. غسان كان مع رفيقه عملوا حادث على طريق الكازينو، وجه الضو بيجينا خبر انه غسان مخدر بس قلبه بعده عم بدق. صرنا بمطرح شيء اسمه موت دماغي. كنت حكي انا وغسان بموضوع وهب الاعضاء، دايما الاهل بيفتكروا انه هن اللي بدهم يفلوا قبل اولادهم،
بس أنا للأسف الحياة كانت بالعكس معي. ما كنت متوقعة أنه الشخص اللي عم بقله أنه ساعدني وحمل وصيتي رح يوقف يوماً ما وأحمل أنا هالشي اللي حبه بوقتها وحمسه. دغري قلت لهم أنه غسان بده يوهب أعضاءه كلهم بدون تحديد. حسيت بقوة جوات تخليني أني كسر الموت بالفرح، أعطي الحياة لأشخاص بيستحقوها بعدهم قادرين يكملوا. غسان ما قدر كمل، وابني لو ما قدر عيش عمر طويل، عيش عمر 19، بال19 عمل اشياء كتير يمكن الناس بتعيش أكتر منه، ما بتقدر تعطي اللي عمله غسان. رسالته هيك حلوة بتشبهه، حلوة مثله بتشبهه، أنا هيك بقولها. من قصة غسان رح نتابع حلقة اليوم. وهب الأعضاء لإلنا بتعني الكل، وموت شخص ممكن يكون سبب حياة لأشخاص آخرين. بينضم لإلنا البروفيسور أنطوان إصطفين، المدير الطبي للهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا فيك. في مجموعة أسئلة طبية تركين لك إياها. بنسمع كتير بوقت نحكي طبيا تشخيص الموت، شو بتعني هيدا العبارة تحديدا بالحديث عن الوهب؟ بلبنان بالوقت الحاضر ما عم نستأصل أعضاء للزرع إلا من ناس متوفيين بسبب موت دماغي. ولا تشخيص الموت الدماغي أهم شيء عندنا، أنه ما يصير في غلط بالتشخيص. لهالسبب حاطين قوانين كتير دقيقة كيف هالتشخيص بده يصير، كيف لازم النقط تتبع. مين بده يعملوا هول؟ المستشفى؟ هول بينعملوا بالمستشفى. ايوه بده في حكيم الانعاش بالمركز بيكون هو اول واحد بيعمل الفحص. بعدين بيجي حكيم اختصاصي بامراض الراس، بعدين طبيب شرعي. في ثلاث أطباء رح يفحصوا. بس بهالحالة بيكون المريض بعده على قيد الحياة، بيكون بعده قلبه عم بينبض. بس ما معناته أنه طب له حق الحياة. الطبيب ياخد قرار أنه منوقف له قلبه مثلا؟ ما هو ما بيوقف له قلبه، هو عم بيحكي أنه توقف وظيفة الدماغ. أوكي. توقفت بطريقة ما في رجع عنها. إيه بس مش بهالحالة بتم نزع الأعضاء اللي بدها تنوهب؟ مزبوط، لأنه بيعتبروا أنه إذا خرب الدماغ بطريقة ما في رجوع عنها الإنسان ما بقى في عيش. بس بياخد القرار الطبيب أم بيرجع لأهل المريض؟ ثلاث أطباء بدون يشخصوا الموت الدماغي، بس القرار النهائي بيروح للأهل. الأهل هن اللي بياخدوا القرار. مظبوط. طبيا كم ساعة بعد الموت فينا نستفيد من الأعضاء تحديدا اللي هلأ معترف فيه، يعني الكلى، القلب، الكبد والقرنيات؟ قد ايه بيضاينوا؟ ما دام القلب عم بينبض والحركة الدموية مأمنة ومحافظين على حرارة الجسم والضغط ما بيتلفوا الأعضاء. بس بمجرد انك تستأصلهم من الشخص صار عندك بدك تحطهم بسائل ليحافظ عليهم، والوقت اللي عندك ايه من وقت الاستئصال لوقت الزرع هيدا بيصير كتير محدود حسب العضو. القلب ما بيضاين اكتر من 4 إلى 6 ساعات. الكبد حوالي 8 ساعات. والكلاوي اللي بيضاينوا اكتر شيء بين يومين، فيهم دار 48 لثلاث ايام لحتى. طب هون بس كل ما زرعوا بكير كل ما كانت النتيجه احسن. بروفيسور بس افهم شغله، اذا انا مريض بالمستشفى وفي تشخيص موت او بلحظتها توفيت، قد ايه الحكيم معه وقت تيشل العضو؟ لان انت قلت لي طول ما العضو بالجسم
هو سيف يعني طول ما في حركة دموية وقتها يتوقف وقت القلب خلص صار عندك يعني فتنا بهول 4 ساعات ايه صار وقت كتير محدود اوكي العملية في حال بدها تصير لعملية الزرع او بغير مستشفى هون التراجيت طريق وهو كلهم مدروسين عندكم بالهيئة يعني عم تاخدوا بعين الاعتبار الوقت اما اكيد اكيد بياخدوا كل عوامل الوقت من وقت ما تنربط من ربط الشريان بيروح للكلوي لوقت اللي بيرجع بيمشي الدم بيسر الدم لهالسبب مثلا وقت بيستقص له قلب لانه الوقت كتير قصير عندنا وثيقة تعاون مع الدفاع وزارة الدفاع ليبعثوا هليكوبتر ينقل القلب ليوصل بالوقت المناسب حتى داخل الاراضي اللبنانية حتى داخل اذا في عجقة سير بيقعد 4 ساعات طب هون كمان بروفيسور كل المستشفيات عم تتعاون معكم يعني في هلا وضع كورونا مخربت كل شيء بس مبدئيا قبل كورونا ما كان مفروض من كل المستشفيات انه تتعاون مع الهيئه الوطنيه للاعلان عن هو مفروض الوفيات. بس مش عم بتصير هيدا على ارض الواقع للحقيقه كنا وصلنا لمرحله كتير متقدمه بهالموضوع هيدا انه دخلت وزاره الصحه وبالاعضاء بالتصنيف المستشفيات صار انه اذا المستشفى بده يحصل على تصنيف معين من وزاره الصحه مفروض فيه انه يكون عم بيشارك بقضيه وهب الاعضاء كنا بصدد انه ندرب ناس ليدوروا على المستشفيات ويتاكدوا انه هالشيء عم بيصير بالطريقه المفروض فيها تحصل طب هي اللي المستشفى اللي ما بتتعاون معكم شو بتكون حجتها في اعباء ماديه اضافيه على المستشفى للحفاظ على الاعضاء يعني شو بيكون عندها حجه مبدئيا كانت وزاره الصحه عامله قرار بتغطيه التكاليف هلا يعني حتما وقت المريض بده يكون بالعنايه الفائقه يومين ثلاثه قبل ما يخلص التشخيص والتاكد من وظائف الاعضاء في عليه كثير تكاليف وفي كثير فحوصات بدها تنعمل وكنا مقدرين هالفحوصات مين بيدفعهم هول كانت وزارة الصحة عاملة قرار انها هي بتتكفل فيهم بغض النظر شو بيكون قرار الاهل باخر المطاف لانه ما من رح نسأل الاهل اذا بدهم يوبوا او لا لاخر مرحلة بعد عم ماشي فيه وزارة الصحة مبدئيا ماشي فيه بس المشكلة انه شو بيمثل بقى بالوقت الحاضر يعني بس حتى قبل الكورونا عم نسمع انه وزاره الصحه كانت عم بيصير في كثير تاخر بالدفع وما كانت عم تدفع بوقتها لانه عده عوامل بعتقد هذا احد الاسباب اللي كانت عم تتردد المستشفيات انه تشارك بهالموضوع لانه مقدره كلفه العنايه بالشخص المتوفي دماغيا بال5 ملايين على المستشفى في كلفه بهاليومين اللي بده يقعدهم بالعنايه الفائقه بروفيسور في سؤالين اذا ممكن تجاوبني بسرعه في شيء اسمه اللجنه الاخلاقيه شو دورها؟ اللجنه الاخلاقيه عم شغلها اكثر بالواهب الحي اكثر ما هي بالواهب المتوفي بالواهب الحي بتتاكد انه ما في تجاره يعني هي اللي بتعمل التحقيق تتاكد انه ما عم ناخذ من شخص منه واعي شو عم بيعمل نتاكد انه عارف كل نتائج العمليه طيب. وعم بيعمل حضرتك طبيب في حال عم تعمل عمليه وهب يعني زرع الوهب مجانا مثل ما كله معترف فيه الزرع كمان لا الزرع منه تقبض يعني الحكيم حكيم والمستشفى كلهم كانوا عم يعمل اي عمليه بيقبضوا من الموهوب يعني اللي عم بيعمل العمليه من وزارة الصحة وزارة الصحة هي تدفع هي تكاليف الزرع ايه أكيد او الضمان مش على حسابه مش على حساب المريض لا المريض لا الزرع بيصير يا حساب وزارة الصحة يا حساب الضمان اثنيناتهم بيغطوا الكلفة بروفيسور بصراحة تامة عم بيصير في عمليات خارجة عن القانون في لبنان بهيدا الموضوع بالذات
تحت شعار وهب الأعضاء وزرع الأعضاء عم بيصير في عمليات خارج عن القانون؟ فيني أكد لك أنه من سنة الـ 14 ما عادت حصلت هالشغلة. من الـ 2014 مصر؟ 2014 وقت صار في لجنة أخلاقيات وطنية مش بالمستشفى، على طول في لجنة بالمستشفى، بس تحدثت لجنة أخلاقيات وطنية بتعمل انترفيو مقابلة مع الواهب والمريض ليتأكدوا قدر الإمكان أنه ما في تجارة، أنه حقيقة الواهب. بس عم بتقلي قدر الإمكان، بضل في استثناءات يعني عم بضل في ما فيك تعرف 100% يعني، في بيقدروا لأنه هاللجنة فيها اختصاصية أمراض نفسية، فيها قضاة، فيها محامين، فيها حكمة، عم بيعملوا حقيقة استنطاق للاثنين، وقدر الإمكان بده عم بيحاولوا إنه يعرفوا إنه ما في حال تجارة. في حال صارت، لنقول إنه صار، إذا في تجارة من يطال؟ الطبيب، المستشفى، المريض، مين؟ المريض إذا صار في غش يعني من ناحية المريض والواهب. خلينا ما دام عم نحكي عن هيك ناخذ الامور القانونيه، بينضم لنا المحامي ميشيل ريشا، محامي نقابه اطباء لبنان ببيروت. اهلا وسهلا فيك. اي بونجور، اهلا وسهلا فيك متر. عندنا مجموعه اسئله لحضرتك، بس اذا ممكن نسرع شوي قبل ما يدهمنا الوقت. عم نحكي عن وهب الاعضاء، ممكن تسجل مثل أي وصية عند كاتب العدل أو محامي العيلة، أما ضرورة تكون باللجنة المختصة بالهيئة الوطنية؟ بالقانون الأداب الطبية المادة 30 قال إنه كل شيء، كل وهب الأعضاء بيمرق باللجنة الوطنية لوهب وزارة الأعضاء والأنف. أوكي؟ هذه إجباري، إلزامية المرور بهيدا بهيدا اللجنة. هلا بيوصي او بيعطي عم تسمعني؟ عم بسمعك بس مش كتير واضح. هلا احسن؟ ايه هيك احسن. اوكي. فبيقدر شو اسمه يقدموا اللي بدهم اعضائه، وبيقدر من خلال اللجنه الوطنيه لوهب وزاره الاعضاء يقول انه هو يعني كل عمليه وهبه تمرق بهيدي اللجنه، ما فيك اي عمليه يعني ما في يروح عند كاتب العدل يكتب وصيه مثل كانه عم يوهب ببيته. بيقدر وعند الوفاه نحن هون بنلتجي للدرجه الاولى من افراد العائله. نعم. نسالهم مثل الام، البي، الجد، الجدي، الابن، الابنه، الابنة يعني. نعم. والاخت والخي، هن بيسألوا هن كمان لهم قرار بهالموضوع، لانه بكون حصلت الوفاة يعني. بس لو كاتب وصية او عنده بطاقة ممكن هن يمنعوا الوهب؟ اذا ممكن تعلي لي صوتك شوي مات. نعم. عم تسمعني هلا؟ ايه سامع. ايه عم علي صوتي قدر الامكان. هلا بقدر اقول لك انه عمليا هي الوصية بالقانون كافية، بالمادة 30 قلت لك عنها من شوي، هي كافية، ولكن على الأرض عمليا عم نضطر نرضي كمان أفراد العائلة من الدرجة الأولى. طيب إذا أم لابنها مش ضروري هون يسجل الوهب، هون فيها تكون عادية، هون تنبت من خلال لجنة الأخلاقيات بالمستشفى مع أكيد موافقة وزارة الصحة. اوكي. متر، بعملية الاتجار هون جريمة، جنحة، شو بنص القانون؟ اكيد هيدا القانون اصلا قانون العقوبات بنص على منع المتاجرة باعضاء البشرية، كما قانون المادة 30 اللي قلت لك عنها بفقرتها رقم 3 كمان طبعا الاداب الطبية بتنص بصريح العبارة انه تمنع المتاجرة بالاعضاء البشرية منعا باتا. طب في حال ما كان في وهب، في حال ما كان في وهب واخذ العضو ان كان كرها ام مقابل يعني مصاري، مين يحاسب؟ الطبيب ام المستشفى ام هو اللي قبض؟ سؤال
السؤال في حال صار إكراه شو بصير؟ بس ما فهمت سؤالك. في حال ما كان في وهب، كان في أخذ العضو إما بالإكراه وإما مقابل مادة مصاري، من يحاسب؟ الطبيب، المستشفى، أم اللي بيع؟ المستشفى، كل من الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض هو كلهم يعتبروا كشخص واحد، هو كلهم بيطالون الأول. السؤال الأخير متر لإلك، حدا مات انفتح قبره وباعوا أعضاؤه، سامع فيها؟ أنا بسمع أخبار، بس أنا تقلك أنا على معرفة أو اطلاع على هذا الموضوع لا أبدا. لا شكرا، بسمع أخبار حكي يعني إيه. نعم شكرا لإلك المحامي ميشيل ريشا، محامي نقابة أطباء لبنان ببيروت. بروفيسور رح أرجع لإلك، كم بدك تعلق على شيء عم هو عم بيحكي مزبوط. الوصية ما بتنفع لشيء، لأنه بس تنفتح الوصية بكون خربوا الأعضاء، وشيل الأعضاء من التبوت بعد التبوت كمان ما بيفيدوا بقطع خربوا. الوقت ما إلا معنى، هيدي حكي بلا طعم الحقيقة، لأنه بعدنا عم نقول أنه لا يكونوا هال إذا بدنا نخدهم ونزرعهم بدون يفيدوا المريض اللي بدون يزرعهم. وحسب ما قلت لنا حضرتك في وقت محدد، في وقت 3 ساعات 4 ساعات اللي هو مش ممكن أنك تشيل أعضاء من التبوت لتستعملها اولا، وما فيك تنطر لتفتح الوصيه لتاخذ القرارات بقى. لهالسبب الشخص اللي بيمضي هالكارت الوهب بحياته نطلب منه دائما انه يخبر اهله انه شو هو حابب يعمل، لوقت اللي بتحصل هالوفاه ما يصير في اي معارضه من جهه الاهل. اهم من حمل الكارت انه الاهل يكونوا عارفين وراضيين، لانه بالوقت الحاضر بلبنان الكارت معناتها تعبر عن شو انت حابب تعمل، بس ما إلا يعني ضروري يكونوا المحيطين فيك العائلة الصغيرة هن بدهم، لانه ما فينا ننفذ شو مكتوب على الكارت من دون موافقتهم. هيدي القانون بلبنان بالوقت الحاضر. حضرتك دكتور، ومثل ما بنسمع كثير اخبار، معقول بتصير مثلا طبيب بيكون عملها شغلته، بفوت شخص على عمليه بينزع له تحت تاثير البنج او شيء بينزع له عضو بيروح بتجر فيه، هو بصيروا عم بحكي اخلاقيات مهنه؟ ايه أكيد مش بلبنان، ما بعرف إذا عم بيصير غير محل، بس أكيد بلبنان هالأشياء ما عم تحصل. الأطباء إجمالاً عاملين بطاقة وهب الأعضاء؟ يعني في قسم منه بس أكيد مش الأكترية. طيب اليوم البروفيسور أنطوان أصطفين، إذا بدي تتوجه لكل اللي عم يسمعونا، بتشجعهم أنه روحوا عملوا بطاقة وهب الأعضاء وحكوا أهلكم تياخذوا الموافقة يكونوا معهم خبر؟ أكيد أكيد، لأنه كل إنسان بحب مريض بحاجة لصارة. إذا بدنا نحن وقت النمرض لقي حدا يعطينا عضو، مفروض فينا نحن كمان نعطي أعضاء. إذا ما عطيوا أعضاء من وين بده يجي العضو؟ حدا بده يهبوا. يعني في كتير ناس بتلفنوا بيقولوا صلي أنا سنتين وثلاثة على قاعد ناطر ما عم بيجيني وهب. صح، تسألهم طيب في حدا بعينتكم ماضي كارت انه هو بحب يوهب؟ بقول لك لا. طيب من وين طيب بدك تاخذ ما بدك تعطي؟ هون كان في سؤال بدي ناطر ينضم لنا الشيخ تساله ايه، ما بعرف قد ايه بعد رح نلحق، بس لان يقال انه بعد الممات ناطرنا بالحياه الاخره، عم بحكي دينيا هون، حياة بالنهاية، ويمكن روح فجر حالك، الحريات ناطرينك كلها، بركي بيعيزوا لهالأعضاء اللي عم بيهبوا بالحياة التانية. ليش بدنا نعزوهم؟ يعني التصور انه رح نعيش الحياة التانية بجسمنا مثل ما هو، لا، الروح اللي ما بتموت، الجسم بده يفنى. نحن عارفين كتير منيح انه وقت تدفن هالجسم بده يفنى، بدل ما تتركه يفنى وياكلوه الديدان، خلي حدا يستفيد منه. الروح معنا عند أرى اصلا دينيا كل الاديان بلبنان، كان مسيحيه او اسلاميه او درزيه، بشجعوا الوهب. وسنه 2000
16 عملنا مؤتمر واجوا رجال الدين من كل الطوائف، كل واحد كان ممثل طائفته ومديو كارت وهب على التلفزيون كان وقتها. حتى يعني وزير ابو فعور كان وزير الصحه، بالكتب الدينيه كلهم بيشجعوا الوهب من احيا نفسه كانما احيا الناس جميعا، يعني بتلاقي في بين السطور كانه في تشجيع للوهب، في تشجيع للوهب. طبيا ليه محصوره بالكلى القلب الكبد والقرنيتين غير اعضاء ما ممكن؟ لا، برات لبنان بيزرعوا الحلوه، بيزرعوا المصارين وهون زرعنا ريا كمان، صار في 2-3 مرضى زارعين ريا. لا، بيزرعوا عده اعضاء، مش بس محصوره بهود، بس بالوقت الحاضر اللي اكثر شيء عم ينزرع اكيد الكلى، من بعدها بيجي الكبد، بعدين القلب والرواية نحن بلبنان بالوقت الحاضر ما عم نزرع الا كبد وريا وقلب وكلابه. رح اختم بسؤال هيك، عندك رقم اليوم قديه بلبنان على لائحة الانتظار، قديه ناطرين حدا يوهب عضو تا يزرعوا ويستفيدوا من؟ في حوالي 600 مريض. 600 مريض بانتظار؟ بانتظار. يعني لنحكي عن السنين اللي كان فينا نحكي عنها ستاتستيك، يعني بال 2018 لنقول في شي 110 زرعوا كلوة و100 تسجلوا على لائحة الانتظار. كمان بحاجة، بدهم بحاجة. أنا شخصيا رح اكتب هالبطاقة، وأكيد مع وهب الأعضاء كل شخص منا ممكن يكون عم يزرع فرحة للآخر. كلنا بالنهاية بشر، مثل ما كل الديانات بتقول الأجساد فانية، مثل ما قال البروفيسور لما تكلها الديدين يمكن نقدر نساعد شخص آخر. على أمل الكل اللي عم بيشوفونا هلأ يروحوا يعبوا البطاقة أو يفوتوا على ويب سايت الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء، يعبوا كمان الاستمارة. كلنا فينا نقدر نغير وكلنا بحاجة لنشر الوعي. على هيدا الأمل أنا رح ودعكم، بتنتهي حلقة وفتح الملف لليلة. بروفيسور أنطوان أصطفين شرفتنا، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله كمان يكون وصل الصوت والجميع يوهب أعضاء ونقدر. حقيقة في كتير مرضى بحاجة، كل واحد بحاجة لخيه الإنسان. فيدوا واستفيدوا، إلى اللقاء.